إن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا يندرج ضمن حركية جديدة التزم بها السيد رئيس الجمهورية تهدف إلى تدعيم المؤسسات الهامة بالكفاءات الوطنية قصد إحداث القاطعة مع زمن الرداءة والممارسات البالية في التسيير. وفي هذا السياق حظي السيد طه الممدوح الرئيس الأول بثقة السيد رئيس الجمهورية لما عرف عنه من كفاءة وخصال حميدة وتجربة كبيرة في ممارسة العمل القضائي. من هذا المنبر فإنني أتقدم له بالشكر الجزيل على الثقة التي لن يقابلها إلا شعور قوي بعبء هذا الحمل وهذه المسؤولية الكبيرة التي تتطلب منا بذل كل ما عندنا من جهد وقدرة على العطاء.